ونتحول مشاهدينا أيضا هاتفيا مع دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس. أهلا بك معنا دكتور. وخلفية سياسية عن العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا، ونحن نشهد أي مرحلة من هذه العلاقات سياسيا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، وعايز اقول ان القياده السياسيه المصريه في حاله نشاط في العلاقات او في قوه العلاقات السياسيه الخارجيه، زي ما سمعنا مع حضرتك وفي التقارير اللي احنا سمعناها فعلا. يعني في خلال الاربع سنين اللي فاتوا احنا بنشهد قوه في العلاقات السياسيه الخارجيه. بالامس شفنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالات الهند، وده كان يعني حاجه شهدها العالم كله ان الدوله المصريه تكون موجوده في الاحتفالات الهنديه، وطبعا علاقات مع اذربيجان، علاقات مع ارمينيا، وعلاقات ايضا مع كرواتيا، وهناك ارتباط قوي زي ما حضرتك بتقولي في علاقات تاريخيه كبيره جدا بيننا وبين تركيا، وخاصه في المجال الاقتصادي وحجم التبادل الاقتصادي بيننا وبين كرواتيا. عايز اقول ان كرواتيا بالنسبه لمصر تعتبر منفذ لتوزيع السلع والخدمات والمنتجات المصرية للاتحاد الأوروبي، وتعتبر أيضا مصر بالنسبة لكرواتيا مصدر لتوزيع السلع والخدمات لكرواتيا في الاتحاد الإفريقي. وما ننساش لما كانت مصر رئيس الاتحاد الإفريقي في 2019 استفادت كرواتيا كتير جدا من توزيع السلع والمنتجات الخاصة بها للاتحاد الإفريقي عموما. فأنا أعتقد أن الترابط والعلاقات التاريخية بيننا وبين كرواتيا، أعتقد خاصة في المجال الاقتصادي علاقات وطيدة. وإحنا ما ننساش حضرتك لو إحنا جينا وشفنا الميزان التجاري بيننا وبين تركيا هنلاقي أن معدل التبادل التجاري بيننا وبين كرواتيا وصل إلى 150 مليون يورو، وأعتقد أن ده حاجة كبيرة جدا وحاجة قوية جدا في هذه العلاقات اللي بيننا بين مصر وكرواتيا. طيب، دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول كيف يمكن أن نحول المحنة إلى منحة، وبالتالي وفي ظل الظروف التي يعيشها العالم من ظروف اقتصادية صعبة وكذلك ظروف سياسية صعبة بالتأكيد تحت ظلال الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان قبلها بالتأكيد أزمة كورونا التي ضربت العالم بأسره وضربت اقتصادياته، إلى أي مدى يمكن أن نحول العلاقات بين مصر والدول الأوروبية من ضمنها كرواتيا، وهي دولة مهمة في جنوب شرق أوروبا بالتأكيد، وهي منفذ مهم لمصر في أوروبا، وكذلك كرواتيا تتعامل مع مصر بهذا الاعتبار وأنها منفذ لكرواتيا ولأوروبا في منطقة الشرق الأوسط وفي إفريقيا كذلك. كيف يمكن أن نحول هذه العلاقات لشكل أوسع وأعمق في التعاون، في أيضا الشراكات السياسية والاقتصادية المختلفة؟ شوف حضرتك، احنا زي ما قلنا والكلام اللي حضرتك ده كلام يعني مهم جدا جدا جدا. أنا علشان أوسع علاقاتي مع الدول الخارجية أقول لحضرتك حاجة، إن القيادة السياسية بتاعتنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسعى جاهدا لوجود علاقات وشريك استراتيجي غير تقليدي، غير تقليدي اللي احنا كنا عارفينه من 10 سنين قبل كده، الشركاء التقليديين بتاعتنا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفكر، أنا عايز أقول لحضرتك كلمة كان بيقولها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي المطور الاستراتيجي، احنا عندنا بنعمل بنية تحتية في مصر بتجذب المستثمر الأجنبي ألا وهي المطور الاستراتيجي اللي هي البنى التحتية اللي احنا بنقول عليها البنية التحتية بتاعتنا. دي أكبر جذب للمستثمر الأجنبي علشان يجي يستثمر عندنا في مصر. أنا بدور والقيادة السياسية بتاعتنا بتدور على علاقات استراتيجية غير تقليدية، ولذلك دايما القيادة بتاعتنا أو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي متجه إلى الهند،
أذربيجان، أرمينيا، دول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية، الصين، وحضرتك قبل كده احنا يعني العام الماضي في أواخر العام الماضي شفنا يعني علاقات وتبادل تجاري كبير جدا جدا بيننا وبين الصين، وما ننساش القمة العربية الصينية لزيادة حجم التبادل التجاري. كل ما زاد حضرتك العلاقات الخارجية، شوفي هنا العلاقة، كل ما زادت العلاقة الخارجية مع الدول الأخرى كل ما زاد حجم التبادل التجاري، وكلما زادت حجم الاستثمارات، وكلما زادت حضرتك نقطة مهمة جدا 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 بيأكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا وهي زيادة نسبة الصادرات. علشان أعمل معادلة أو تعادل لميزان المدفوعات والميزان التجاري بتاعي لازم أن أنا أزود كمية الصادرات اللي موجودة عندي أو الصادرات المصرية للدول الخارجية، وبالتالي أنا هقدر أزود هذه الصادرات عن طريق إقامة علاقات وشراكات استراتيجية كبيرة بيننا وبين هذه الدول، سواء إذا كان في الاتحاد الأوروبي أو إذا كان في دول شرق آسيا أو إذا كان أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية. طب أنا هزود هذه الصادرات إزاي؟ إن أنا أكون عندي بنى تحتية سليمة وبنى تحتية قوية جدا، أعمل على جذب المستثمر الأجنبي إن هو يجي يصنع عندي هذه الصناعات، زي ما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توطين الصناعات المصرية، أجيب المستثمر الأجنبي يبدأ يستثمر عندي وابدا ان انا اصدر الى الاتحاد الاوروبي، الى الاتحاد الافريقي، زي ما الصين والهند جعلت مصر او سوف تجعل مصر مصدرا رئيسيا لتصدير الصناعات الصينيه والصناعات الهنديه للاتحاد الاوروبي وشمال افريقيا بل الاتحاد الافريقي ايضا. انا بعلاقات الخارجيه مع الدول هنا ده الهدف بتاعي، ان انا كل ما زود العلاقات الخارجيه بتاعتي، كل ما كانت العلاقات الخارجيه بتاعتي كويسه مع واقامه علاقات خارجيه كويسه جدا مع هذه الدول، كلما زادت الصناعات الموجوده عندي في الدوله المصريه وكلما زادت الصادرات بتاعتي، وده الهدف من اعدال الميزان التجاري بتاعي، ان انا ازود الصادرات بتاعتي ونكون نسبه الصادرات بتاعتي اكبر من نسبه الواردات بتاعتي. نعم. هناك مجالات كثيرة للتعاون والشراكة، كنت أتحدث مع ضيف الكريم منذ قليل عن مجال الطاقة، وهناك أيضا مجالات واعدة مصر تسعى في أن تحرز فيها تقدما الآن في ظل طبعا التنمية والتنمية الشاملة والمستدامة التي تسير فيها مصر بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية عامة وكبرى للدولة المصرية. مثلا مجال السيارات، مجال الأدوية، مجال السياحة، وأنت تعلم أن كرواتيا دولة سياحية في المقام الأول ومصر أيضا كذلك، مجال القطاعات الهندسية، الصناعات الهندسية، هذه المجالات هي مجالات واعدة للتعاون والشراكات. كيف يمكن وفقا لمبدأ الإفادة والاستفادة أن يستفيد الدولتان من هذه القطاعات وإحداث تطوير وتنشيط لها؟ شوف حضرتك، يعني مهم جدا ان يحصل هذه التبادل في النواحي الاقتصاديه. عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، احنا نعد مصر تعد من اوائل الدول في شمال افريقيا والشرق الاوسط في الاستثمار وجذب المستثمرين الخارجيين في الاستثمار في الطاقه المتجدده. ومش ده اللي احنا بنقوله احنا المصريين، لا يا فندم، احنا اللي بيقوله كل المنظمات الدوليه وكل المنظمات الاقتصاديه الكبرى بتقول ان مصر بتعد من اكبر دول شمال افريقيا والشرق الاوسط في جذب المستثمرين في الطاقه المتجدده. طبعا احنا شاهدنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولته في الهند والاتيان بمشاريع اقتصادية عملاقة في صناعة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. لو تفتكر حضرتك والسادة المشاهدين في 2022 زيارة رئيس كوريا الجنوبية لينا في يناير 2022 وإقامة شراكات اقتصادية كبيرة جدا في صناعة الهيدروجين الأخضر، وإن شاء الله احنا في 2023 برضو هيتم صناعة السيارات اللي هي السيارات الكهربائية اللي هي بتحافظ على البيئة. مصر أقول لحضرتك على حاجة، مصر من أولى الدول في العالم اللي بتربط الخطط التنفيذية اللي موجودة في كل وزارة مع أهداف التنمية المستدامة. عظيم. كل الخطط التنفيذية في وزارة الكهرباء، في وزارة البترول، في وزارة كل الوزارة، وزارة الزراعة، وزارة التعليم،
دايما جمهوريه مصر العربيه من اولى الدول اللي بتربط هذه الاهداف وتحقيق هذه اهداف الخطط التنفيذيه مع اهداف التنميه المستدامه. اقول لحضرتك على حاجه، احنا لاول مره في العالم ربطنا اهداف مبادره حياه كريمه مع اهداف التنميه المستدامه اللي حضرتك لسه انت حضرتك لسه بتتكلم عليها، ودي حاجه جميله جدا جدا ان نلاقي دولة في العالم بتربط أهداف الخطط بتاعت الوزارات بتاعتها مع أهداف التنمية المستدامة أو الأهداف الأممية اللي احنا عارفينها اللي هي أجندة 2030. إذن أنا بعمل جذب للمستثمر الأجنبي، وبكون وأنا بجذب المستثمر الأجنبي ببقى في اعتباري إن المستثمر اللي جاي يحقق الهدف بتاعه، وإحنا كمان في مصر يعني مصر زي ما إحنا بنقول إحنا في مجتمع دولي، أنا عايز أحقق بهذه الأهداف إن أنا أوصل أيضا لأهداف أو أجندة 2030 الأهداف اللي هي التنمية المستدامة، زي على سبيل المثال زي ما حضرتك قلتي الطاقة، زي أيضا أنا في كرواتيا أنا بستفاد أيضا في صناعة الطاقة، وأنا بستفاد إن أنا بصدر أيضا لكرواتيا، محتاجين جدا إن أنا أعادل الميزان التجاري بيني وبين تركيا على سبيل المثال، ملح كلوريد الصوديوم، الفوسفات، الواردات من الأخشاب، الفاكهة، الخضار المجفف أيضا تحتاجه كرواتيا من مصر. وبذلك زي ما حضرتك قلت كده ان انا بدي للدول ديت ما عندي او الميزه التنافسيه اللي موجوده عندي، انا عندي في مصر صناعات كتيره جدا ذات ميزه تنافسيه مش موجوده في الدول الاخرى، عند حضرتك صناعه الطاقه المتجدده، عند حضرتك الهيدروجين الاخضر، عند حضرتك لو نفتكر في نهايه 2022 وافتتاح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنع الرمال السوداء وكيفيه استفاده هذه المعادن الموجوده على طول البحر الابيض المتوسط، ان انا اعمل جذب للمستثمر الاجنبي ان يجي يستثمر في هذه الصناعه وفي هذه المعادن الموجوده في الرمال السوداء. على سبيل المثال انا بقدر استفاد من هذه المعادن في صناعه هياكل الطائرات وهياكل المعدات الحربيه، وده مطلوب كتير جدا جدا حتى في الولايات المتحده الامريكيه. يبقى اذا انا بعمل كل دوت علشان اعمل حته او جزئيه التبادل، انا عندي ميزه تنافسيه ازاي اقدر اصدرها للخارج، وازاي ايضا اقدر استفاد من الخارج في الميزه التنافسيه اللي موجوده عنده في مشاريع في صادرات او في سلع انا ما اقدرش ان انا انتجها عندي في مصر. على سبيل المثال مستلزمات الانتاج، احنا كلنا نعرف ان قطاع البترول كله علشان اقدر اطلع النفط او الغاز من الارض او من البحر لازم يكون عندي مستلزمات الانتاج، الا وهي الانابيب الحاجات اللي انا او الالات والمعدات اللي انا بستخدمها في انتاج هذه السلع سلع البترول او سلع الغاز، وبالتالي بقدر ان انا استورد هذه المنتجات من الخارج من ايطاليا من الهند ايضا من الدول الشاطره او اللي احنا بنقول عليها شاطره وكويسه جدا في هذه الصناعات. يبقى اذا العلاقات السياسيه الخارجيه بتوصلني الى التبادل التجاري، انا عندي ميزه تنافسيه اقدر افيدك بايه بالميزه اللي موجوده عندي واصدر لك، وابدا اخد من عندك ايه الحاجه اللي موجوده عندك مش موجوده عندي في مصر زي مستلزمات الانتاج، زي ممكن يكون عندي سلعه زي القمح، القمح انا بحتاجه نسبه لزياده عدد السكان اللي موجوده عندي، فانتاجي للقمح هنا ما بيكفيش السكان اللي موجودين عندي، وبالتالي انا بضطر ان انا استورد قمح من بره. وطبعا برضو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، القياده السياسيه بتاعتنا يعني ليست مثلا اوكرانيا بس فقط اللي انا بستورد منها القمح، ولكن في ظل هذه الازمه انا اصبح عندي 14 دوله، وعملنا دراسه كبيره جدا ان هناك 14 دوله ان انا اقدر استورد منهم القمح. يبقى اذا عندي خطط كثيره، الخطط ديت استفاد من العلاقات السياسيه الخارجيه اللي موجوده عندي في العالم، وابدا اشوف ايه هم عندهم ايه استفاد منه، وانا عندي ابدا اصدره الى هذه الدول اللي سواء اذا كان في دول الخليج، سواء اذا كان في الاتحاد الاوروبي، شرق اسيا، الولايات المتحده الامريكيه، وانا طبعا احنا يعني في ظل اللي احنا فيه دوت اقدر اقول ان الطاقه المتجدده لا. حضرتك تكسب، وان الطاقه المتجدده هتكون استثمار قوي جدا واستثمار واعد كبير جدا جدا عندنا في مصر طبعا، هو والغاز طيب. الطبيعي اللي موجود عندنا. دكتور سعيد، من المهم ايضا ان نذكر ان مصر تتحدث الان من منطلق قوه، وقوه الداخل بكافه اوجهه بترمي الى قوه في التعامل مع الدول الخارجيه ايا كانت طبيعه هذه الدول، سواء في اوروبا، في امريكا، حتى الدول في المحيط، الدول العربيه. هنا اقصد بقوه الداخل، مصر
تمضي في تنمية مستدامة، تنمية شاملة. مصر أصبح لديها مشروعات واعدة، مناطق صناعية، مدن جديدة، إقليم قناة السويس بالتأكيد، مشروعات قومية كبرى في عدد كبير من المجالات، وبالتالي هذا يزيد من قوة مصر في حوارها مع الخارج. هنا أسألك عن التشريعات التي تقوم وتعمل على خدمة هذه المشروعات القومية وعلى هذا الحوار ما بين مصر والخارج، بمعنى إلى أي مدى التشريعات الآن جاذبة، غير معقدة، بترمي إلى السرعة والسهولة لجذب المستثمرين في الدول الأوروبية أو في غيرها؟ أين نحن من هذه التشريعات وهذه التسهيلات الجاذبة للمستثمرين إلى مصر؟ سؤال جيد جدا. ما هو مش هيتم اللي احنا قلناه أو اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي إلا بهذه التشريعات، إلا بهذه أقدر أقول عليها حضرتك الآليات. هذه الآليات اللي بتوصلني إلى أن أنا أعرف أعمل جذب للمستثمر. طيب واحدة واحدة كده حضرتك، احنا لأن السؤال يعني زي ما بنقول كده عميق جدا، وأقدر أبتديه من أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يتكلم في كلمة مهمة جدا، الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي هو العامل أو كلمة السر الرئيسية في جذب المستثمر الأجنبي. طالما انا عندي استقرار قبل التشريعات، يعني قبل التشريعات، ما دام انا عندي او طالما انا موجود عندي في الدوله بتاعتي استقرار امني، هعرف اجذب المستثمر. المستثمر معناه ايه؟ معناه ان انا بجيب فلوسي واستثمرها في الدوله، وزي ما احنا كده في كلمه مشهوره جدا احنا بندرسها بنقول راس المال جبان، انا ما اقدرش اجيب راس المال بتاعي واعمل مخاطره كبيره جدا في دوله فيها خطر. ما اقدرش اجيب راس المال بتاعي وابدا ان انا استثمر هنا في مشروع ومشروع ومشروع ومصانع وافتح مصانع واشغل عماله وبعدين تقولي لي حضرتك ما عنديش طاقه، ما عنديش غاز يمون المصنع بتاعك. وبالتالي انا عندي الاستقرار الامني اولا يكون في الدوله بتاعتي، الاستقرار الاقتصادي، الاقتصاد بتاعي ماشي، وعندي حاجه اسمها الطاقه، الاستقرار في الطاقه، ان يكون عندي اكتفاء ذاتي. حضرتك نراجع كده في 2018 ومصر تحتفل بالاكتفاء الذاتي اللي موجود عندنا من الغاز الطبيعي. الكلمة دي حضرتك كلمة سر كبيرة جدا جدا، بتدي طمأنينة رهيبة جدا بالنسبة للمستثمر الأجنبي، إن أنا باجي بلاقي طاقة. شوف حضرتك الأزمة الروسية الأوكرانية، إيه المشكلة هنا؟ المشكلة في الاتحاد الأوروبي 40% من المصانع اللي موجودة في ألمانيا بتعتمد على الغاز المصدر من روسيا. يبقى لما أنا أمنع الغاز عن ألمانيا يبقى بالتالي هتمنع صناعات كبيرة جدا وهيتأثر بها الاقتصاد الألماني. أنا في مصر بقول أنا عندي اكتفاء ذاتي من الغاز، ودي كلمة رنانة ودي عبارة كبيرة جدا جدا في عقل المستثمر الأجنبي. لما يكون أنا عندي اكتفاء ذاتي في الطاقة بتاعتي وعندي استقرار أمني واستقرار اقتصادي، ده حاجة عاملة زي المغناطيس، تعالى يلا استثمر عندي. بالنسبة للتشريعات يأتي بعد كل دوت، بعد الاستقرار الأمني والاقتصادي والطاقة، لابد أن يكون في تسهيلات أو آليات. وأنا أعتقد حضرتك من حوالي 4 سنين إحنا طلعنا تشريعات جميلة جدا جدا كان بيساهم فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عامل زي العامل المحفز بالنسبة للوزارات والهيئات الحكومية، يلا تعالوا نعمل آخرها الرخصة الذهبية. الرخصة الذهبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، يلا ما فيش بيروقراطية، ما فيش روتين في الإجراءات بتاعتك. وبالتالي هو المستثمر عايز إيه؟ بعد الاستقرار والأمن والطاقة، أنا عايز تسهيل في الإجراءات، ما يكونش في بيروقراطية حكومية، ما يكونش في روتين، ما يكونش في تعقيدات. أعتقد إن التشريعات المصرية بتاعتنا في خلال ال4 سنين اللي فاتوا واحدة واحدة، ما احنا كنا دولة زي ما بيقول كده حضرتك دولة روتينية قوي، بيروقراطية جدا. وبالتالي علشان أفك هذه البيروقراطية وأبدأ إن أنا أتغير بحتاج إلى وقت. الوقت ده بدأ من 4 سنين، بدأنا نتكلم في الشباك الواحد، تمام، بدأنا نتكلم ان انت كمستثمر عشان تخلص اوراقك كلها والاوراق الخاصه بالشركات بتاعتك انت هتتجه على شباك واحد. الشباك الواحد دوت هو اللي هيخلص لك كل حاجه.
طيب بدأنا بعد كده نتكلم عن الحكومة الإلكترونية. لا يا فندم، وانت حضرتك قاعد هتضطر او ممكن بسهولة جدا تدخل على اي وزارة وتعرف ايه هي المشاريع الاستثمارية اللي موجودة عندنا في مصر، وتقدر ان انت تدخل وتبدأ ان انت تشوف الاوراق المطلوبة منك، وتبدأ ان انت تعمل كل حاجة من خلال الحكومة الإلكترونية. بعد كده تطورنا العام الماضي لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال ان احنا عندنا منصة إلكترونية لاستيعاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الشباب والمستثمرين، ان يدخل على هذه المنصه ويشوف كافه الاوراق المطلوبه منه، ويبدا ان هو يعني يخلص كل حاجه ويعمل فينش للمواضيع الاوراق الرسميه بتاعته. بعد كده تطورنا الى مواضيع الرخصه الذهبيه. كل دي تشريعات يا فندم، كل دي تشريعات بتخلي في جذب للمستثمر. الرخصه الذهبيه، تعال واستثمر وانا هخلصك من كل الاجراءات البيروقراطيه اللي موجوده عندي، وابدا ان انا اسهل لك هذه الاجراءات. كل دي آليات لجذب المستثمر. يعني دكتور مصطفى مدبولي يعني رئيس مجلس الوزراء، ها يعني قائم على هذه الفكرة وقائم على تنفيذ هذه الفكرة، علشان ما يجيش مستثمر يقول لك والله انا كنت هستثمر هنا بس العطامي البيروقراطية الحكومية. لا، احنا عندنا هذه الرخصة الذهبية، وهذه الرخصة طبعا بتديك مميزات كبيرة جدا جدا من حيث الإجراءات. مجرد ان انت بتقدم الورق بتاعك من خلال جهة واحدة، كل الأوراق بتاعتك والمستندات بتاعتك بتخلص. انا كنت زمان كنت لما نيجي نتكلم عن جبل علي وميناء جبل علي والمشاريع اللي موجودة عندها، يعني من قبل 5 سنين كده كنا بنقول ايه، جبل علي الشركة عشان تروح تكون شركة مساهمة 15 دقيقة في ربع ساعة. كنت أنا الواحد يتمنى يقول يا رب الواحد يشوف الكلام ده في مصر. احنا فعلا دلوقتي بنشاهد القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعمل هذا الموضوع وبيعمم هذا الموضوع، وعنده اهتمام كبير جدا ايضا بالمشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر، ان احنا تكون زي ما بقول لحضرتك كل دوت علشان اخدم ان الصادرات بتاعتي تكون اكبر من الواردات بتاعتي، وابدا ان انا اعدل الميزان التجاري بتاعي. وبالتالي فعلا هناك تشريعات، هناك اليات، كل دوت لخدمه المستثمر الاجنبي، لخدمه المواطن والقطاع الخاص ايضا اللي موجود عند في مصر. والقطاع الخاص عايز يفتح فرع ويفتح مصانع اكثر ويتعمق في الصناعه بتاعته، لا انا بديله الحريه بتاعته ان والله علشان تخلص هذه الاجراءات انت معاك الرخصه الذهبيه طبعا، بس بشروط. من ضمن هذه الشروط ان المشاريع دي تكون مساهمه في تنميه الاقتصاد القومي. دكتور، يعني وصلت الفكرة جلية واضحة. دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الكريمة من حضرتك.